بونجور، معكم مدام مها مع صف السابع بالوحدة الثانية باج 36 صفحة 36. عم نشتغل على الصفحة على الوحدة الثانية لطلاب السابع. هذا اللي عم بعطيه هلا هو مخصص بس للطلاب. أنا شارح المنهاج للأساتذة وللطلاب الأوايا، وهون مخصص فقط للطلاب. لذلك بدقق على كتير شغلات اللي بيكونوا ما انتبهوا عليها. درسنا هون عنوانه Compréhension de l'écrit، استيعاب كتابي. بدي أقلكم إنه الاستيعاب الكتابي هو دايماً بيجيني منه بالفحص، مو نفس الصفحة، يعني نص وعليه أسئلة بيكون مكتوب فوق استيعاب كتابي. خلينا نشوف هون أنا شو شايفة قدامي. في عندي عنوان إلكتروني، بس يكون في عنوان إلكتروني www.ecoledereve مدرسة الأحلام .com. هذا عنوان إلكتروني، معناته أنا عندي هون سيت ويب، موقع إلكتروني، أو باج ويب، صفحة إلكترونية، باج ويب أو سيت ويب. طبعا هو مثل منتدى، اثنين شخصين عم يحكوا. عندي كلاس دو سيتيام، صف السابع، صف الثامن، صف التاسع. خلينا نشوف شو عم يقولوا بهالصفحة. سالو، مرحبا. سالو، جو مابيل إيزابيل، اسمي إيزابيل. دان مون إيكول، في مدرستي، إليا دو إيتاج، في طابقين. دو إيتاج، أو بخوميي، في الطابق الأول، إليا لو بيورو دو ديريكتور، في مكتب المدير. لا سال دي بروف، قاعة الأساتذة. إي لا بيبليوتيك، والمكتبة. أو دوزيام، في الطابق الثاني، إليا في تخوا سال دو كلاس، ثلاث صفوف. لو لابوغاتوار، والمختبر. إي لا سال دو ميوزيك، وقاعة الموسيقى، غرفة الموسيقى. لي تواليت، أما الحمامات، سون تو، فهي دوزيام إيتاج، في الطابق الثاني. إذا خلينا نركز شوي على الكتابة. جو مابيل، اسمي إيزابيل، هي ز لأنه بين حرفين صوتيين. جو مابيل إيزابيل، اسمي إيزابيل. دان مون إيكول، من مشية مع بعضها، دان الاسم بتنقرا دان، من إنفي دان. دان مون إيكول، هي ك، من في مدرستي، إليا يوجد، هناك بتنقرا ي. إليا في دو زيتاج، حرف صوتي، حرف إكس بين حرفين صوتيين، دو زيتاج، في طابقين، وهي ج، في مدرستي، في طابق، لا هون شايف أكثر، بس هن نعبول في مدرستي طابقين. أو بخوميي، اللي عم بشخط عليه يعني ما بينقرا، هي أو، أو بخوميي، في الطابق الأول، إليا في لو بيرو، هي كلها او، في مكتب دو ديريكتور، مكتب المدير. لو بيرو دو ديريكتور، لا سال دي بروف، يعني لا سال دي بروفيسور، غرفة الأساتذة. اي لا بيبليوتيك، لاش ما بتنقرا، مو بيبليوتيك، لا بيبليوتيك، والمكتبة. اذا بطابق الاول ايش في؟ le bureau du directeur, la salle des profs et la bibliothèque. Au deuxième, vous tabe tani, il y a fi trois aywa o iwa, trois salles, maintenant s de classe. Trois قاعات صفيه, trois salles de classe, le laboratoire wa hay o iwa, al mukhtabar. Et la salle de musique. اسم الحرفين صوتين، وقاعة الموسيقى. يعني شوفي بالطابق الثاني، في
3 سال دو كلاس 3 صفوف لو لابوراتوار والمختبر اي لا سال دو ميوزيك وغرفه موسيقى لي تواليت والتواليت كمان معناتها الحمامات سو تو هي توا و تواليت لي تواليت سو تو التواليت هي بال دوزيام ايتاج دوزيام ايتاج في الطابق الثاني هي مدرسة لا إيزابيل خلينا نشوف مدرسة سارة سالو مرحبا سالو Je m'appelle Sara. Dans ma maison, Bibeti, il y a deux étages. Fitobin. Au premier, Fitobin Awal, il y a le salon, la cuisine et la salle à manger. Au deuxième, la chambre de mes parents, la chambre de mon frère, ma chambre, la salle de bain et les toilettes. شو عم تقدم لنا سارة مدرستها؟ لا إيزابيل بريزونت سون إيكول إيزابيل عم تقدم لنا مدرستها إي سارة بريزونت سا ميزون قدمت لنا بيتها قالت جو مابيل سارة دان ما ميزون في بيتي ميزون مو ميزون ميزون منين في؟ إليا في deux étages طابقين كمان ببيتها في طابقين au premier في الطابق الاول il y a في le salon salon la cuisine cuisine المطبخ et la salle و la salle à manger la salle à manger غرفة الطعام لا سالة مانجي يعني بالطابق الأول في صالون والمطبخ وغرفة الطعام و دوزيام في الطابق الثاني لا شامبر ش موتش ش لا شامبر غرفة مو شامبر شامبر مي بارون غرفة أهلي mes parents la t ou la s la chambre غرفه اهلي la chambre غرفه de mon frère اخي ma chambre وغرفتي اذا بالطابق الثاني في غرفه اهلي وغرفه نوم chambre هي غرفه نوم اهلي غرفه اخي وغرفتي كمان la salle de bain الحمام la salle de bain un A-I-N, un, من انفي. La salle de bain, الحمام, et les toilettes. والتواليتس. هذا بيته. بعيده. Salut, je m'appelle Isabelle. Dans mon école, il y a deux étages. Au premier, il y a le bureau du directeur, la salle des profs et la bibliothèque. Au deuxième, il y a trois salles de classe, le laboratoire et la salle de musique. Les toilettes sont au deuxième étage. Salut, je m'appelle Sarah. Dans ma maison, il y a deux étages. Au premier, il y a le salon, la cuisine et la salle à manger. Au deuxième, la chambre de mes parents, la chambre de mon frère, ma chambre, la salle de bain et les toilettes. Le texte en annonce qui illustre le plan à droite. Le مشهد اللي على اليمين هذا النص الاولاني ولا الثاني يعني المدرسه ولا البيت اكيد المدرسه هذا المخطط هذا المدرسة منين عرفنا ما عنا بالبيت هيك حمامات ولا عنا مكتبة ولا عنا غرفة مدير عنا حمام بس ما عنا صالة موسيقى ولا عنا صفوف إذن هذا البيت هذا هو المدرسة قصدي المدرسة النص الأولاني سي لو بلان هو مخطط مدرسة
مين اللي عم يقدم بيته، سارة ولا إيزابيل؟ سارة. إيزابيل قدمت لنا مدرستها وسارة قدمت لنا بيته. باج 36 صفحة 37 اكري لو نيميرو دي لوكو، اكتب رقم هدول رقم حسب مخطط المدرسة. لا سال دو كلاس، مخطط المدرسة هو 7 8 9 7 8 9 7 و8 و9 هدول قاعات الصف. سال دي بروفيسور، غرفة الأساتذة هي الرقم 2، هي غرفة الأساتذة. سال دو ميوزيك، غرفة الموسيقى هي هون 6. بيرو دو ديريكتور، مكتب المدير هي 1. هون مكتب مدير، هون بعد مدير 1. بيبليوتيك، وين المكتبة هي وين 3، هاي المكتبة. لابوغاتوار، المختبر هو هون، هاي تفاعلات 5. لي تواليت، الحمامات هي 4. سلون لي دو تيكست، حسب النصين كوش لا بون ريبونس، حط إشارة عند الجواب الصحيح. إليا دو زيتاج، فين في طابقين؟ ببيت سارة وبمدرسة إيزابيل. لي تواليت سونت أو دوزيام إيتاج، التواليت هنن في الطابق الثاني. في الطابق الثاني هنن الاثنين، في بيت إيزابيل، في بيت سارة وفي بيت إيزابيل، الحمامات في الطابق الثاني. il y a un laboratoire، وين في مختبر؟ في عند إيزابيل مختبر. il y a trois chambres، غرف نوم في المدرسة؟ لا، ببيت سارة. il y a une salle de professeur، في غرفة للأساتذة بمدرسة إيزابيل. il y a une cuisine، وين المطبخ؟ عند سارة. pour t'exprimer، لتعبر عن شيء حول مكان، بتقول dans mon école، بمدرستي il y a، في. au premier étage، في الطابق الأول il y a، في. au deuxième étage il y a، في، في الطابق الثاني. la salle des professeurs est au، وبال غرفة الأساتذة هي في الطابق الأول مثلا أو بالطابق الثاني. هيك بقول، هيك بعبر. هلا اكري ان بيتي تكست، اكتب نص صغير قدم فيه مدرستك. دان مون ايكول إليا، في مدرستي في. خلينا نشوف أنا شو كتبت. أول شي هون هذا النص أول، وهذا مخطط مدرسي، وهذا البيت. هلا هون هاي الأرقام، وهدول حطيناهم. وهلا منروح على مدرستي. شوفوا مدرستي، دامونيكول بصم بصم بصم. دامونيكول إليا دو زيتاج، في مدرستي في طابقين. أو بخومي إيتاج، في الطابق الأول إليا في لو بيورو دو ديريكتور، مكتب المدير. لا سال دي بروف، قاعة الأساتذة. إي لي تواليت، والحمامات. أو دوزيام إيتاج، في الطابق الثاني il y a 5 salles de classe، في 5 غرف قاعات صفية. la bibliothèque، المكتبة. le laboratoire، والمختبر. et la salle de musique، وقاعة غرفة الموسيقى. غيروا اللي بدكم اياه، بس هدول العناصر لازم تكون موجودة. لازم اقول كم طابق، وبكل طابق شو فيه اعدد. إذن dans mon école il y a 2 étages، au premier étage il y a le bureau du directeur، la salle des profs et les toilettes. au deuxième étage il y a 5 salles de classe، la bibliothèque، le laboratoire et la salle de musique. في مدرستي في طابقين، في الطابق الأول في مكتب المدير،
غرفة الأساتذة والحمامات في الطابق الثاني في 5 قاعات صفوف والمكتبة والمختبر وقاعة الموسيقى. ما بننسى ببداية الجملة حرف كبير دان أو أو بالتعدادات بحط فاصلات، بنهاية الجملة بحط بوان نقطة. هدول هالشغلات ما لازم أنساهم، وإذا كنت عم بعدد بحط بين التعدادات فاصلات وبآخر تعدادي بقول و، يعني في 5 قاعات صفية، مكتبة، مختبر وقاعة الموسيقى. وكانت معكم مدام ما بتلكم. أو غفوار، على بخشين فوا، باي باي.